اصحابي عاملين بكل خير. معكم عبد الله حسين من قناه عبد الله النوبي، هنصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. وفكره الفيديو النهارده وهو الساي ريج باك، وهتفهم كل حاجه لما نخش عندي. زي ما قلت في البدايه ان احنا ان شاء الله هنتكلم عن كلب الساي ريج باك. الكلب ده تاريخه غامض شويه، وهو جاي من جزر من شرق تايلاند، وعلشان هو كان عايش في جزيرة بيعتبر من الكلاب اللي ما تلعبش فيها او ما تعملهاش ميكسات كتيرة. وفضل السلالة ديت محتفظة بنفسها اكتر من 400 سنة. الكلب ده بيعتبر اللي بيعتبر نادر جدا برا تايلاند او برا بلده. من الطبيعي تشوفه في بلده كتير جدا باعداد كتيرة. جون ستارلينج هو واحد أمريكي كان بيزور تايلاند عام 1994، وجاب السلالة ديت لأول مرة أمريكا. بعدين الإكسي سجلت السلالة ديت سنة 1997. واسم الكلب دوت شارح نفسه، ساي يعني تايلاندي، وريدج باك، وبيكون في ظهر الكلب كده شعر بينمو عكس نمو شعر الكلب لحد يعني من آخر ظهره لأول ظهره. والساي ريج باك واحد من ثلاث انواع كلاب اللي عندهم الصفه ديت. الساي ريج باك من تايلاند، وديجن ريج باك من افريقيا، وكولك ريج باك من فيتنام. والساي ريج باك اتهجن لغرضين، وهو الحراسه وصيد، ومش صيد اي حاجه، صيد الكوبرا او تعابين الكوبرا السامه. طبعا منطقة تايلاند فيها زواحف كتير وتعابين سامة كتير جدا، فالكلب دوت اتهجم في مكانه الصح. كلب يكون عنده القدرة انه يعني يقتل تعابين من اخطر التعابين اللي في العالم ومن اسرعهم واخففهم، ويهاجمه من غير ما التعابين تأذيه، اكيد عنده مرونة وخفة حركة وسرعة وردة فعل يعني سريعة جدا، وتفادي اي ضربة من اي حيوان بيضربه. صراحة يعني الكلب دوت اول ما شفته شكله ما عجبنيش، بس لما دققت شكله حلو جدا، ولما دققت اكتر يعني عنده عضلات بسم الله ما شاء الله، وشكله جميل جدا. ويعني الكلب دوت ما بيهزرش ابدا، يعني جسمه جامد جدا. كلب اكتف محتاج من ساعة لساعتين في اليوم تدريب او جري. كلب ينفع جدا للحراسة، وشعرته صغيرة جدا، وهو من اسهل الكلاب في النظافة، وذكي جدا وعنيد جدا. مش من اسهل الكلاب في التدريب، وعنده ثنايا جلديه في وشه ورقبته، وبتكون الثنايا ديت وهو صغير كتيره جدا، ولما بيكبر شويه بشويه بتروح. والثنايا ديت بتفيد بايه؟ بتحمي الحيوان من اي هجوم من كوبرا مثلا، من اي حيوان تاني مهما كان بيصطاده. يعني لو حيوان هجم عليه وعضه من رقبته، فهتيجي في الجلد مش هتيجي في لحمة رقبته. كلب دوت عنده ألوان كتيرة جدا، ومنهم الأسود والأزرق والمحمر والفور. بوز الكلب دوت بيكون غامق، وذانه بتكون واقفة، وذيله بيكون مرفوع لفوق. وزن الذكر من 23 لـ34 كيلو، والأنثى من 16 لـ25 كيلو، والطول من عند الكتف من 56 لـ61 سنتي الذكر، والأنثى من 51 لـ56 سنتي. بطن النتاية بتشيل من 5 جرام في المتوسط، والعمر المتوقع من 12 لـ13 سنة. وكده كنا خلصت الفيديو بتاعنا. لو عجبك الفيديو متنساش تحط اللايك، تشترك في القناة، وتفعل زر الجرس، وتقولولي رأيكم، وتقولولي برضو أفكار فيديو، واحنا إن شاء الله هنلتزم بعد كده. والسلام عليكم ورحمة الله.